السلام عليكم، معكم فنان عصام راي ابن منطقة إيموزة مرموشة فين كنتواجدوا دابا حاليا. اليوم كان فيها عدة تكريمات وأنا جيت سعيد أنني اليوم كنت من الحضور ومن المكرمين، وشرف لي أنني نتكرم من هذه الجمعية. تحية لجمعية إيزوران مرموشة للثقافة والتنمية والبيئة، وكنشكرهم بزاف بزاف وحنا بلا بهم والو. الصراحة ما عمرني سبق لي أنني تكرمت في شي بلاصة، وكانت هذه هي أول تجربة ديالي ديال التكريم، يعني أول خطرة يعيطوا لي لشي تكريم، وكان لي الشرف بزاف وفرحت الصراحة، وإن شاء الله ما تكونش هذه الأخرى. صراحة جمعية إيزوران ماشي هي هذه أول مرة غنتعامل معهم وغنخدم معهم. الحمد لله تعيطوا لي بزاف ديال الملتقيات، منهم ملتقى ديال مزار كندر وأيت لمان وفي بزاف ديال البلايص، وكنشكرهم بزاف بزاف بزاف. كنوجه التحية ديالي الجمهور ديالي العزيز اللي كيساندني وديما وقف معايا، وكان كنعطي واحد التحيه كبيره لهذه الجمعيه هذه اللي كتفكر فينا وفكرت انها تعيط لنا ودير لنا تكريم، وتحيه لهم وتحيه كبيره لرئيس الجمعيه اللي هو السي حسين اللي ساور، وما نساش السي ادريس الكيسي وتبارك الله عليكم، وتحيه كبيره لهذه الجريده هذه ديال اصوات وتبارك الله عليكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.